اهلا بكم. الثعابين بتنتشر على وجه الارض في كل مكان موجوده ما عدا في القطبين الشمالي والجنوبي. كل منطقه لها الثعابين الخاصه اللي بتعيش فيها وما تقدر تغيرها وتعيش في منطقه ثانيه. في امريكا الشماليه في انواع معينه من الثعابين بتعيش فيها، عندنا ثعبان الملك، ثعبان الذره، ثعبان اللبن، ثعبان العجل، الافاعي المجلجله، وثعبان المرجان. هذه أنواع من الثعابين بتعيش في أمريكا فقط، ما بتعيش في أي مكان غيرها. حتى النوع الواحد من الثعابين بيتوزع بيختلف شكله وحجمه من منطقة لأخرى. في الصحارى العربية عندنا الأفاعي المقرنة، موجود أفاعي في مناطق صخرية، موجود أفاعي في مناطق شجرية، بمعنى أنه الثعبان أتكيف أنه يعيش في بيئة خاصة صعب انه يغيرها. يعني ثعبان الصحاري ما يقدر يعيش في بيئة غابات، ثعبان الغابات المطيرة صعب انه يعيش في مناطق جافة. الثعابين بتنتشر زي ما قلت في كل مكان، وبتتركز في المنطقة الاستوائية. اكثر نسبة ثعابين في العالم موجودة في النطاق الاستوائي، طبعا ممتد في جنوب شرق اسيا، في افريقيا، في غابات الامازون. اللي يهمنا من الحكاية هذه انه نعرف انه كل بيئة لها ثعابين خاصة بها. البيئة البحرية لها ثعابين خاصة بها، الانهار، البحيرات، المستنقعات لها ثعابين خاصة بها، الغابات في ثعابين ما بتعيش الا فيها، الصحاري، الرمال، كل منطقة في انواع معينة من الثعابين اللي بتعيش فيها. الحكاية هذه مهمة تخلينا نعرف انه المنطقة اللي احنا عايشين فيها ايش فيها انواع من الثعابين. لازم نعرف الحكاية هذه لانه مهم جدا، وحنتكلم في حكاية السموم واثار لدغة الثعبان السام. مهم جدا نعرف ايش البيئة اللي احنا عايشين فيها وايش انواع الثعابين اللي عايشة فيها. الثعابين اتكيفت انه تعيش في البيئات هذه حتى احيانا لو كانت قاسية. في ثعابين بتعيش في المناطق الباردة، مع انه الثعابين من ذوات الدم البارد، صعب انه تعيش في المناطق الباردة، لكن بتعمل حاجة اسمها البيات الشتوي او السبات الشتوي. هذا في الشتاء بيريحها شوي، بيمنع نزول درجة حرارتها لانها تتجمع في مغارات بالالاف. بعد فصل الشتاء بتخرج تعيش تكمل حياتها. مهما كانت البيئة قاسية بالنسبة للثعبان اتكيف انه يعيش فيها. الثعابين اتكيفت، كل نوع اتكيف انه يعيش في البيئة اللي موجود فيها. لو جينا نفكر او نحاول نخلي الثعابين الضخمة مثلا تعيش في الصحاري او في المناطق العشبية زي السافانا، حنلاقي انه حصولها على الماء صعب جدا. لازم تكون الثعابين مجهزة بامكانيات، لازم تكون البيئة اللي بتعيش فيها الثعابين مناسبة للامكانيات هذه، غير كده الثعبان صعب يعيش. عموما الثعابين موجودة في كل مكان، موجودة في كل بيئة جغرافية، موجودة حتى داخل المنازل، وحنتكلم عن ثعبان المنازل في موضوع خاص. حنشرح كيف الثعابين بتعيش في بيئات ربنا خلقها ليها زي ثعبان المنازل. الثعابين صعب انها تعيش لفترات طويلة في مناطق حارة ومناطق باردة، عشان كده بتقل أعدادها كل ما اتجهنا للشمال. في أوروبا ما في إلا أعداد بسيطة جدا من الثعابين، في المنطقة الحارة والرطبة هنلاقي آلاف من الثعابين. أنواع كثيرة بتعيش في المناطق الرطبة.
في حاجة مهمة لازم نعرفها في البيئة اللي بتعيش فيها الثعابين. أحياناً إحنا بنسبب دمار للبيئة اللي بتعيش فيها الحيوانات عموماً من ضمنها الثعابين، فبالتالي الثعابين يا إما بتنقرض يا إما بتحاول تدخل للنطاق العمراني أو السكني، وهذه حاجة مهمة جداً لازم نعرفها. الثعبان بيدور على مصدر غذاء، على مأوى، على مكان يعيش فيه بعيد عن المخاطر، فبالتالي أي مكان بالنسبة له ممكن يكون مناسب. عشان كده بنشوف ثعابين بتدخل البيوت، ثعابين بتتواجد حوالينا بشكل قوي، لأنه إحنا دخلنا بيئتها، فبالتالي بتحاول تعوض النقص الموجود في بيئتها بالبيئة الجديدة اللي إحنا سويناها. ربنا يبعد عننا وعنكم كل الثعابين. أتمنى لكم السلامة. شكرا أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.